رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين وراح نكمل وبداية أول فقرة. اسم ارتبط بشيخة فاطمة مبارك الصباح، اسم من نوع الراقي جدا، دائما نربط فيه في حماية البيئة والحيوان، ولكن أسلوبها دائما متميز وجذاب. معنا اليوم ضيفتنا، شلون أستاذة فاطمة؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. نورت استوديونا حبيبتي، نورت فيكم، حياك الله ببرنامجنا على السيف. الله يحييك، مساك الله خير شيخة، وسعيدين جدا في وجودك معنا اليوم ضيفة. الله بالنور، مشكور، ما قصرت. أنا والله سعيدة. في البداية بتكلم على الجمعية الكويتية لحماية الحيوان، متى بدأت وتأسست وشنو الأشياء اللي قاعد تقوم فيها؟ أوكي، بدأت الجمعية ب 2005. عايشة الحميضي رجعت من السفر من دراستها بأمريكا ولاحظت أن ما عندنا بالكويت ملجأ يحف يشيل الحيوانات الضالة اللي بالشوارع، الحيوانات الأليفة. أول شيء بدأنا، فبدأت أول شيء تشتغل، بعدها لاحظنا أن في أكثر من نوع حيوانات يحتاجون الرعاية، مو بس الحيوانات الأليفة القطاوة والكلاب، بس الحيوانات المزارع مرات نلاقي خيول ولا نلاقي حمير ولا نلاقي أي حيوان يحتاج رعاية من كجمعية. فبدينا نتوسع زيادة، وبعدين لاحظنا أنه مو بس الحيوانات الأليفة، بس حتى الحيوانات البرية الكويتية اللي ما لها احتكاك فينا كناس، بس مرات يطيحون مثلا طيور مهاجرة ولا حيوانات مائية يحتاجون رعاية زيادة. فبدينا نتوسع ونهتم فيهم، وبعدها لاحظنا أنه مو بس الحيوانات، بس البيئة اللي تعيش فيها الحيوانات البرية تحتاج اهتمام زيادة. فبدينا ننظف شواطئ مثل شواطئ جون الكويت اللي بصليبي خات وبالدوحة وبشويخ، وبعدين بدينا ننظف حتى نروح الجزر وننظفهم، لأن لاحظنا الحيوانات اللي في البحر بعد يعني تنضر من النفايات اللي احنا كإنسان بالغلط ولا عمدا نقطها وما نهتم بوين نقطها. فبعدين الحيوانات تتأثر من هالموضوع، فلاحظنا أنه لازم احنا نهتم فيهم، ننظف بيئتهم عشان يقدروا يعيشون. لأن اهتمام وأهداف الجمعية أنه أهم شيء عندنا إحنا إن يكون الإنسان والحيوان والبيئة نعرف نتعايش مع بعض، مو لازم بس إحنا ندمر كل شيء ونقول لهم أنتوا عاد شوفوا شغلكم بعدين، نهتم فيهم يهتمون فينا نفس الوقت. الجمعية لها أقسام؟ إي لها أكثر من قسم. عندنا مركز التبني هو حق الحيوانات الأليفة، لأن في ناس تحب تكون عندها حيوان أليف في البيت، الكلاب والقطاع والأرانب والحيوانات الصغيرة. بعدين عندنا مركز حق الحيوانات المزرعة مثلا نسميهم، يعني يكون عندنا خيل ولا عندنا حمير، كان عندنا خرفان وغنم، هذول دائما نلقطهم ونلاقيهم، يعني نلاقيهم بالشارع ونلاقيهم مرة لقينا واحد منهم على شارع الوفرة، بعضهم يلاقونهم بالجمعيات فجأة كذي، يعني غنم صغير يحوش غريب يعني، بس نلاقيهم فنهتم فيهم. وبعدين عندنا مركز إعادة تأهيل الطيور المهاجرة الكويتية، لأن في أكثر من 400 نوع طير مهاجر يهاجر ويون وقفون عندنا بالكويت، يعني هذا رقم كبير، هذا 400 نوع غير كميات الطيور اللي تيجي، فوايد منهم للأسف الناس ترميهم، لأن في عندنا الناس يحبون يرمون الحيوانات، ففي ناس ترميهم ولا مرات من الجو ولا من الهجرة، لأن هجرة ماتهم وايد طويلة، فمرات يتعبون فنلاقيهم طايحين ولا شيء، نهتم فيهم. وإذا نقدر دائما حق الطيور المهاجرة نحب نرد نطلقهم يروحون للبرية. وغير كذي عندنا قسم التعليم، فنروح المدارس ونثقفهم عن أهمية جماليات، أول شيء أهم شيء جماليات البيئة الكويتية، لأن لاحظت أنا ككويتية ولا مرة أحد درسني عن شنو البيئة الكويتية، شنو الأشياء اللي مختصة فينا بالكويت، شنو الجماليات ديرتنا. بعدها أول ما لاحظت أنه واو حلوة ديرتنا وحلوة الحيوانات اللي عندنا وبيئتنا جميلة، لاحظت أنه لازم أهتم فيها. فعقب ما نستوعب جمال المنطقة نستوعب ليش لازم نهتم فيها. فمن كذي بدينا نعلم التلاميذ في المدارس في الجامعات في الحضانات، أي صف يبينا نروح نكلمهم نكلمهم احنا. طيب شيخ، اليوم الأهداف اللي من أجلها انشأت هذه الجمعية هل تحققت اليوم ولا في طريقها للتحقيق؟ والله الحمد لله كل شيء في طريق التحقيق، ما في شيء أقول لك حققنا الهدف كامل، يعني ما أقدر أقول لك أنا الحين الكويتيين في عقبات ولا الأمور ماشية؟ لا طبعا في عقبات، يعني في صعوبات وايد، بس احنا ما نركز على الصعوبات، احنا نركز على الانجازات. فاذا اتكلم احنا الحين صرنا 12 سنه نشتغل من 2005، بعد 9 سنين من شغلنا حصلنا على اشهار جمعيه يعني مع وزاره الشؤون، يعني بعد 9 سنين الحمد لله لاحظت الدوله ان في جمعيه مهمه بالكويت لازم نعطيها حقها واشهار عشان تقدر تشتغل صح. فهذا شيء كبير حققنا. غير كذي بهال 12 سنة اللي مضوا لاحظنا احنا اول ما بدينا الناس ما تبي تتكلم عن شيء اسمه حيوان،
يعني تقول لهم شيء حيوان ظل ما يبون يقولوا، ما لا تقول لي، لا تقول لي بس انه لا خلينا نركز على الناس، لان الفكره كانت جديده على المجتمع الكويتي، خلينا نركز على اي شيء ثاني. نعم. الحين في ناس تقول لا مشاكل وايد قاعد نشوف، ليش ما حد قاعد يتكلم؟ بس في ناس وايد قاعد تتكلم عن الموضوع، بس اهم شيء ان الناس قامت تفتح عينها على الموضوع، يقولون لك انه والله في حيوانات مشرده في الشارع، في حقوق حيوان لازم نهتم فيهم، في تعذيب حق الحيوانات، هذا شيء سلبي بس مهم ان الناس فتحت عينها على الموضوع. فهذا لا يعني شيخه، ليش برايك يعني من 12 سنه ما كانوا معاكم، يعني ليش بدوا الحين يعتنون في هالشغله هذه؟ مو انه ما كانوا معانا، بس ما كانوا حاسين باهميه الموضوع. بس الحين بهال اعتقد مع شغلنا وهال 12 سنه بدأت الناس توعى وتلاحظ انه ما يصير احنا نعيش كانسان لحاله مو متصل باي شيء حوالينا، فلازم احنا لا احنا عايشين على هالارض واحنا مستفيدين ككويتيين من هالارض، معطتنا بترول، معطتنا صرنا من اغنى دول العالم، كل هذا ونسينا نعطيها حقها، فلازم نرجع لها شويه من اللي هي اعطتنا اياه. طيب اليوم الجمعيه قاعد تقيم فعاليات للناس؟ اي تونا خلصنا فعاليه، كان عندنا معرض معرض اسمه معرض الفنانين لدعم الجمعيه الكويتيه لحمايه الحيوان وبيئته، نعزم فنانين من الكويت ومن برا الكويت يشاركون معنا في المعرض، يعني يعرضون معنا لوحاتهم الفنية، وبعدين ريع المعرض كله يروح حق الجمعية. شنو برأي الشيخ يعني هالحين هالفترة اللي ميز الجمعية عن السنوات اللي طافت؟ بهالفترة شنو اللي ميز الجمعية عن السنوات اللي فاتت؟ أعتقد الحين الناس قامت تلاحظ شغلنا، لأن قمنا أول ما بدينا كنا نركز على الشغل أكثر من ما نركز على ابراز الشغل اللي احنا نسويه، يعني ما كنا نتكلم وايد عنه، كنا نشتغل الشغل قبل ما نتكلم فيه. الحين قمنا نركز على اثنين، نشتغل وبنفس الوقت نقول حق العالم ان ترى احنا موجودين، لان الناس مرات ما تستوعب، يعني احنا كلنا ببالنا المفروض الناس تلاحظ لما يشوفون شغلنا يستوعبون احنا شنو نسوي، بس اذا انا ما قلت حق احد ترى انا لما اسوي مثلا لما اروح انظف شاطئ ليش قاعده انظفه؟ مو بس قاعده انظفه واقول لهم تعالوا نظفوا معي، بس نوريهم ليش ننظفه؟ نوريهم الطيور المهاجره اللي بالشاطئ يشوفونها، نوريهم الحيوانات البحريه اللي نلاقيهم والحيوانات اللي بالطين والجربوع اللي يمر علينا واللي ننقذه والسحليه اللي فجاه ركضت، فبعدين يحسون واو في اشياء عجيبه فلازم نهتم فيها. فمن كذي شيخه شفتي في تفاعل في؟ اي وايد تفاعل. تدرين كم من متى؟ من كم شهر رحنا ننظف شاطئ، صار لنا 5 سنين نظفه. هو شاطئ صليبيخات. شاطئ صليبيخات صار لنا 5 سنين، لا الحين هالسنه سادسه 2017 سادس سنه. كل سنة تنظفون الشاطئ؟ طول السنه ننظفه، مو كل سنه، تقريبا على الاقل مره في الشهر نروح ننظف، زين، لانه وايد في وسخ وايد وايد. بس صار لنا للحين شلنا 90,000 كيلوغرام وسخ من الشواطئ بالكويت. يعني هذا رقم وايد كبير، اكيد طبعا، ولازم احنا اصلا نصفق حق نفسنا بس ما نسويها. انا بتطرق معاك لموضوع الثقافه، وانت قاعد تسولفين كنت تتكلمين عن ثقافه المجتمع في هذا الموضوع، كيف رايتي ثقافه المجتمع اليوم؟ مدى تقبل، خصوصا توش قاعد تقولين شاطئ 6 سنين كل شهر تروحين تنظفينه مره، اصبح الثقافه هذه للحين ما وصلت؟ وصلت. وصلت بس يعني مو كامله. وصلت لان لاحظنا في تلاميذ يوم معنا. وكانوا جايين لان من الثانوي اول ما من اول الثانويه كانوا يجون معنا. وبعدين ما يو. بعدين يوم مره ثانيه الحين صاروا اخر ثانوي يا كان يقول لي ما في وسخ، عشان هو متعود عليه قبل لما كان زباله، الحين صار شاطئ وسخ خفيف، فحتى هم قالوا لنا، يقول لي مس وايد نظيف صار الشاطئ، ما في شيء ننظفه، قلت له للحين في، بس احنا متعودين اول بس نوقف مكاننا ونغرف، الحين لازم ندور، ففي فرق كبير، احنا نلاحظ فرق كبير، يعني عندنا صور دورنا صور اللي من اول ما بدينا وبعدين كل سنه نصور، نلاحظ في فرق، حتى الشير اللي هناك، حتى الطيور، كميه الطيور زادت، الطين صار يعني يا يكون ناشف اكثر يا يكون طيني اكثر على حسب الجو، فلاحظنا في تاثير كبير، بس احنا ما يعني ما كت يعني ما سوينا دراسات عن التاثير، بس احنا بس بعيوننا لاحظ التاثير، وبعدين لاحظنا لما احلى شيء لما يشوفون هم الطلاب نفسهم لما هم يلاحظون التاثير. نعم. معناته صدق في فرق كبير. طيب شيخ اليوم انتوا كمر حديثكم تكلمون وايد على الموضوع اجلكم الله الكلاب الضاله او القطاوة او كذا، اليوم عندنا مناطق جديده قيد الانشاء. وهم يتمركزون كثير في هذه المناطق اليوم. هل لكم زيارات لهذه المناطق قاعد تشوفون الموضوع؟ اي شوف هو ليش احنا كلنا ننسى ليش الحيوانات تروح تركز بمناطق كذي، عشان فيها المناطق يكون فيها بناء، معناته ان في زباله وايد، لان للاسف اغلب الوقت لما يبنون ما ينظفون ورا نفسهم، ومعناته الزباله معناته حقهم هم من وجهه نظرهم هذا مطعم اكل
هم ما يشوفونها كاحنا نشوفها زباله وسخ، وهم يشوفونها كبوفيه مفتوح الاكل، كل العمال قطوا الاكل كذي، فرشوا لي الاكل، قالوا لي تعال تفضل. بس من كذي يركزون هناك، وبعدين ما في وايد ناس. لما يجون الناس بعدين يقولوا يشتكون، يقولوا وي في حيوانات والله هني ما. لا بس انا المنطقه اللي انا ساكنه فيها يعني انا واجه من هالمشكله هذه، بس اذا واجهتني هالمشكله شلون اقدر اتواصل معاكم؟ تقدرين تكلمين الجمعية على حسب، يعني على حسب الوقت، بس احنا خطنا مفتوح من الساعة 9 الصبح للساعة 3 العصر. تقدرين تكلمينه تقولنا والله في حيوانات هني، نقول لك اذا هو يعني اذا حيوان يسبب خطر، مثلا كلب قاعد يهاجم نية احنا، اذا كلب اليف لقيتوه مثلا عرفتوا انه هو كلب ناس ولا كلب اليف حليه ويمكن احد قطه في الشارع، نقول تقدرين يبي لنا اياه، لان احنا ترى 12 شخص نشتغل في الجمعيه. 12 شخص نهتم باكثر من 300 حيوان وباكثر من 15 منطقه بيئيه. طبعا كلهم متطوعين؟ لا 12 شخص هذول موظفين. موظفين اي متطوعين غيرهم، بس يعني 12 ترى ما يكفي. ايش كثر المتطوعين عندكم؟ عندنا متطوعين وايد مسجلين، يعني فوق 600 متطوع، بس مو دائما اللي حلو في المتطوعين انه وايد يتغيرون، يعني يبدون شويه بعدين يختفون شويه بعدين يرجعون شويه بعدين مثل الماي، مثل المي يروحون يرجعون. طيب اليوم شيخه عندكم حوافز للاشخاص اليوم اللي مثلا يجيب حيوان ضال سواء كان كلب ولا قطوه، في حوافز انه تعال مثلا مكافاه نقول؟ لا مكافأة انه يجيب لنا اياه، لا يعني هم يساعد. وين تكافأة؟ احنا نحتاجهم وهم يكافئونا، فاحنا نطلب منهم هم الدعم لما يجيبون لنا. بعد ما اشرت الجمعيه ما في دعم من وزاره الشؤون؟ لا ما في دعم من وزاره الشؤون، بس مجرد اشهار. عشان وزاره الشؤون هي وزاره المفروض، بس يعني انا اتفق مع وزاره الشؤون، المفروض هي ما تدعمنا، لان اذا دعمتنا الوزاره معناتها الوزاره تتحكم كل شيء نسويه، واذا تحكم بعيش نسوي ليش حطتنا؟ عشان صرنا احنا من الوزاره، فاحسن لنا احنا نكون منفصلين من الوزاره، بس انه يعطونا الاشهار عشان نقدر نسوي شغلنا. فالدعم الحمد لله يجي من الناس، يجي من الشركات، يجي من الجهات الثانيه، بس ما علي الحمد لله. فاحنا نطلب من الناس لما يجون، يعني لان احنا نقول لهم هذا شيء احنا قاعد نسوي لك اياه، انتم كمجتمع انتم اللي تشوفون الحيوانات اللي في الشارع، انتم مثلنا تحسون فيهم، فلما تشوفونهم تبون تهتمون فيهم يجيبون لنا اياها، ماكو مشكله، بس عندنا شروط لما تجيبونهم. مثلا نطلب منكم 35 دينار عشان تساعدنا ان نغطي تكاليف التطعيم والادويه والاكل، حق هذا ال 35 ما تغطي الا يمكن شهر واحد، بس على الاقل تغطي شويه من التكاليف، عشان عندي بيطري موجود عشان يتاكد ان صحتهم زينه وان مطعمين، لان اغلب الوقت مو شرط عندنا دفاترهم، ولا ما نعرف اذا في تطعيم ولا ما في تطعيم، فعشان ما يصير في مشاكل زياده نطعمهم ونهتم فيهم ونتاكد ان صحتهم زينه. وبعدين اهم شيء كبير نقدر نسويه عشان نوقف تكاثر الحيوانات في الشوارع، لان هذه الحيوانات مو المفروض يعيشون في الشارع، ان نسوي لهم عمليات اخصاء عشان ما يقدرون يتكاثرون. فاحنا انا دائما احث الناس كلهم اللي اعرفهم اللي عندهم حيوانات اليفه في البيت، ما عليه انتم ما تبون طول الوقت يكون عندكم حيوانات يدد في البيت، صح؟ عشان اول شيء اول مره نبيهم، نبي الصغار نلعب وياهم، بعدين عقب ما يابت سته ايش بتسوون في السته؟ والله بنوزعهم على ربعنا، والسته اللي عقب بنوزع، والسته زين كم من ربعكم تقدرون تتاكدون راح يهتمون فيهم حق حياتهم كامله؟ يعني مثلا قطوه تعيش 20 سنه، هل انت متاكد ان هذا رفيجك راح يهتم بهالقطوه حق 20 سنه؟ اول سته يمكن عندك ست ربع تثق فيهم، بس ثاني سته واللي ثالث والرابع بعدين خلاص عاد. فنقول لهم يمكن تبون اول مره، يمكن خلي مشوها مره واحده، بس بعدها عشان حق صحه الحيوان بعد، عشان ما يحسوا يعني ما يفكرون مثلنا، والله يعني احسب حساب والله جامعه والمدرسه والهذا، لا كنا الميزانيه ما تسمح الحين خلاص نوقف على 3. ما شاء الله الموضوع جدا شيق، بس احنا بعد الفاصل بنروح كينيا ونشوف موضوع الاتيال. يلا فاصل وراجعين. رجعنا معاكم اعزائي المشاهدين، نكمل الفقره. كينيا، لما قلت لك كينيا ولما قال لك فيصل كينيا ابتسمتي، شنو السر بكينيا؟ سر بكينيا الفيله. انا ترى من صغري وانا احب الفيله، ما ادري ليش، بس طول حياتي اموت على الفيله. فمن كم سنه تعرفت على، يعني لقيت في مؤسسه عندهم كينيا تهتم بالفيلة الصغار اللي يكونون يمكن ميتة أمهم ولا شيء، فيكونوا مشردين بروحهم فيجيبونهم، والفيلة الصغار وايد صعب الاهتمام فيهم لأنهم حيوان اجتماعي، فيحبون يتعلقون بأحد، فلما يتعلقون بشخص إذا اختفى هالشخص، شوف الصور شيخة معانا، إذا اختفى عنهم شوية يبدون يعني يقدروا يموتون بس من الكآبة. فهالمؤسسه ديفيد شيلدريك وايلد لايف تراست بكينيا بداوا يهتمون، فعرفوا شلون يعطونهم الحليب الصح ويسوون لهم كل شيء. فرحت زرت
زرت أول شيء كنت أدعمهم، بعدين رحت زرت مكانهم. نعم. من سنتين الحين، صار لي سنتين. واو، ما أصدق شنو كان ممتاز. لما تشوفين إن الفيل صغير هالكبرة كذي ودفشرة، يعني شكله حليو مسكين، بس دفشين يعني يدشون فينا في غصب، يضحكون يعني كل واحد له شخصية. نفسك على الهواء معانا الحين؟ اي كان يا حليلهم، وكل شيء في خرطومهم، يشمون الدنيا كلها من الخرطوم. ما شاء الله، حتى واضح بالصورة الألفة مبينة يعني. بويهنا هني بأذوني بشعري، قاموا ياكلون شعري، يستانسوا على شعري، ما ادري ايش عزمهم عملوا اكل، بس يونسون. وبعدين في اكثر من مرحلة، فأول شيء هم صغار كلش لازم طول الوقت يتربون حليبة ويحطونهم مع بعض عشان يتعلمون شلون يصيرون مجتمع فيله. بعدين لما يكبرون يودونهم منطقة ثانية وين يقدرون يتعرفون ويصير في احتكاك بينهم بين الفيلة البرية، عشان يبدون يعرفون شلون يقدرون يرجعون يعيشون معاهم بمثل عوائلهم، لأنهم عوائل الفيلة. فكم مرة في عائلة مثلا تحتضن هالياهل تاخذ معها، بعدين خلاص ما يرجعون، او وبس من كثر ما هم يدرون ان هذيلا يميزون. اللي حلو في الحيوانات احنا ما نستوعبه دائما، كل عبان الحيوانات اغبياء وما يفهمون، احنا الوحيدين نفهم كل شيء. بس لما نبدي نشتغل وياهم و نطالعهم عدل، نلاحظ ان هم ترى ذكائهم واصل ابعد ابعاد، واحنا مو مستوعبين اصلا شنو قاعد يسوون. فهذيل الفيله حتى عندهم قصص، ان الفيل لما كان صغير كان عندهم، كبر كبر وطلع راح، بس لما صار في جرح صغير بريله ولا شيء رجع عند الناس اللي يعرفهم، ما يروح عند اي شخص. لا. لانه يعرفون ميزون هذا الشخص زين، هذا الشخص مو زين، هذا الشخص زين، هذا الشخص مو زين، فيروحون عند اللي يعرفونهم. ولما يمون لما تروح يعني واحده منهم مثلا كبرت وخلاص راحت ويابت حملت ويابت ياهل، تجيب اول ناس توريهم اياهم، ترجع لهم توريهم تقول لهم شوف هذا بيبي انا. صار لك موقف معاهم لما رحنا؟ لما رحنا كنت توني شايفة على ويب سايتهم إن عندهم واحدة من الفيلة توها والدة، وهذه هذه من أول فيلة اللي كانت أول فيلة يربوها، فكانت والدة. وقلت لهم إنزين أبي أشوف البيبي، قالوا لنا ما ندري عاد إذا جت إذا ما جت. فرحنا ثالث محطة اللي هي المحطة اللي فيها اللي آخر شيء خلاص يرجعون. رحنا زرناها الصبح ما في شيء، يعني قالوا وهي رجعت يت امس بس ما يت اليوم، ما عليه. قالوا اوكي خلاص احنا بس بنروح الكامب بنرجع. يوم رجعنا كان يدزون يدقون لنا سلكي، قالوا تعالوا تعالوا كم رجعوا. رحنا ولا هالنتفه ضايعه بين ريول امها وخالاتها، عشان هم شنو الخالات والام اللي يهتمون في البيبي. ويا حليلها، بس ما يصير نقرب عليها، عشان ما يصير نقرب عليها لان خالاتها يدافعون، يعني الام ما يهمها. يعني اذكر واحد من الريايل اللي هناك اللي يهتمون فيهم كان قاعد يجرب بس يبي يشوف شيء على اذونها، راح بجيسها كان تجي له خالتها تسوي لها وخر شوف عاد لا تجيس هذه مو انت على عليه خليك عند هذيلا. فلا بس يفونسون، وانا احب التصوير فقعدت اصورها طول الوقت وحركات، وما يعرفون يعني صدق ياهل، يعني ما تعرف شلون تمشي عدل، شويه تكرفس، تجرب تصعد تسلق وتطيح، خطومه ما تعرف شلون تشيل شيء من الارض، فتشوفونها شلون تحرك تحرك، تجرب تستوعب ما تعرف. ما حسيتي في البدايه انه في وحشيه في الموضوع ولا عادي انه كان طبيعي؟ لا لا، انا عشان ما اخاف منهم. هم اصلا يكونوا معنا فيقولون لنا لا تسوون كذي مثلا، اهم شيء يقولوا لا تنزلوا على الارض. أي. خليكم واقفين، كله واقفين. احنا مع صغار كلش يقولوا نزلتوا على الارض، هم عبالهم قاعد يلعبون مع، لا هم يلعبون يتسدحون على بعض، صح يتعافرون يعني، فاذا تعافروا معي هم وايد كبار. طيب شيخ الحين ما شاء الله صار لكم 12 سنه موجودين. هل اليوم في تعاون مع منظمات دوليه مختصه في هذا المجال من خلال اقامه دورات زيارات اكتساب ثقافه اكثر؟ عندنا عندنا يعني عندنا نتعاون مع جهات مثلا هيئة البيئة، مع هيئة الزراعة، بس ما أقول لك إنه صار في تعاون كامل، إنه صار في زيارات ولا يعني سوينا شيء مع بعض، لا. بس نتعاون معهم لما يكون عندهم مشكلة، ولا إحنا عندنا مشكلة ونحتاج مساعدة، ولا هم يحتاجون مساعدتنا، ولا يعزمونا على فعالياتهم. طبعا في تعاون لازم لازم، لأن كلنا قاعد نشتغل حق نفس الهدف، حق البيئة، فلازم كلنا نتعاون مع بعض. شيخة فاطمة، انتشر يعني بالفترة الأخيرة الفيديوهات اللي كانوا يمسكون القطوة ويشوتونها، وايد يعني شغلة إنسانية وعورت قلبنا صراحة. إحنا لما شفنا الفيديو قلنا نتأثر. فالإنسان اللي كان يسوي هذا العمل أو هذه الفعلة طبعاً أكيد ما عنده قلب نهائياً. فشنو دوركم أنتوا كجمعية في هالموضوع؟ شوفي للأسف إحنا ما عندنا صلاحيات نقدر نصادر أي حيوان ولا نشيله ولا نسوي شيء. إحنا نقدر نسوي نقنعهم إنه لا تسوون كذي، خلونا إحنا نأخذه. هذا الشيء الوحيد نقدر نسوي. ما أقدر أروح أخذه منهم وأقول لهم أنا بصادر هالحيوان لأن أنتوا قاعد
قاعد تسيئون. بس هذا توعوي، اما قانوني في شيء قانوني؟ قانوني انا ما عندي اي صلاحيات نسوي اي شيء قانوني، بس نقول لهم، نقول حق اي شخص يكون يعني يواجه شيء كذي، ولا يلاقي احد عنده حيوان مفترس، ولا يشوفون احد يسوي شيء غلط، ولا رابطين الحيوان برا وما قاعد يعطونه ماي ولا شيء، نقول لهم كلموا الجهات اللي تقدر، هي وزاره الداخليه، هيئه البيئه بعد تقدر، فهم هذين الجهتين اللي هم يقدروا يسوون شيء، احنا نقدر نستلمه عقب ما احد قال، يعني عقب ما راعي الحيوان يقول ما نبي خلاص. انا اقدر استلم بس ما اقدر اروح اخذه منه. طيب. فنشجع الناس ان نقدر نكلم الشخص، فدائما صارت فينا كم مره مثلا لقينا واحد من الحصن اللي عندنا، عشان كان الراعي الحصان ما كان يهتم فيه كلش، كان يعني ضعيف وقاعد يموت يعني، فاقنعناه، فبالكلام نقدر نقنعه، بس ما اقدر اجبره اقول له تدري شلون انا انت مو عاجبني شلون، مثل ما يسوون بالتلفزيون مثلا، نشوف انا بالبلانت ونشوف شلون يدشون عليهم ويفتحون الباب ويشيلون حيوان، ما عندنا هالصلاحيات للحين. طيب شيخه، تكلمتي عن اعاده التاهيل اليوم. أي. ممكن ساعات تاخذين حيوانات ضاله ويتم اعاده تاهيلهم، هل اليوم في تعاون مع حديقه الحيوان مثلا ياخذون هالحيوان هذا؟ ولا ما كنت اتصال معاهم مباشر؟ لا، في عندنا اتصال مع حديقه الحيوان. نعم. بس حديقه الحيوان وايد عندهم حيوانات. ما عندهم، مرات ما عندهم مجال، يعني احنا مثلا لقينا ضبعه. فمع يعني استعنا بحديقه الحيوان عشان تساعدنا ان نخلص الاوراق الضبعه عشان نقدر نوديها دوله ثانيه، عشان احنا ما كان عندنا، يعني انا ما عندي المكان الكافي نهتم فيها، فلقينا مثلا بعمان عندهم محميه وعندهم مركز كامل حق الحيوانات البرية الخليجية، فمنها الضبعة، فكان نقول لهم، فكلمناهم وراسلناهم وقالوا أوكي فنقدر، وبعدين تكلمنا مع الخطوط الجوية الكويتية، والحمد لله هم وايد تعاونوا معنا وعطونا خصم وايد زين عشان نقدر نودي هالضبعة إلى عمان، ومع حديقة الحيوان ساعدونا نسوي الأوراق، لأنهم عندهم السايتيز والأوراق المهمة عشان تقدر تسافر، يقدر يسافر هالحيوان. صحيح. فيصير في تعاون بيننا وبينهم طبعا أكيد. أوكي. الشيخ، بما انك تحبين الفيله، في مجالنا تجيبين لنا فيله هني؟ لا، حرام عليكم. اولا ديرتنا مو ديره فيله، ديرتنا ديره سحليه وجرابيه وضب. بس كالجو يعني في تايلاند الحين او كينيا، الجو اجواء حاره. ما حد قال لك، ما حد قال لهم، هم انت قلتي لهم روحوا اخذوا جرابي حطوهم عندكم؟ لا، ليش؟ ليش العكس لازم يصير اوكي؟ الفيله يحتاجون بيئه غير عن بيئتنا، اصلا ما في خضار، ياكلون مالي طنين خضار في اليوم، وين الخضار تجيب لهم اياه؟ نعم. ما عندنا اصلا، برنا صار ناشف. نعم. زين. ثانيا، لما نشيلهم من بيئتهم ونحطهم بيئتنا احنا، هم وايد حساسين، يعني كحيوان وايد حساس اكثر ما احنا نتخيل، فيموتون. نعم. بس من قلت لك، من الاكتئاب يكتئبون، لان احنا شلناهم من عائلتهم، شلناهم من مكانهم. نعم. كانك شلعتي ياهل وقطيتيه وحطيتيه بدوله ثانيه، قلتي له يلا عيش حياتك. ما راح يقدر يتاقلم. طيب شيخ، اليوم احنا عندنا ظاهره بالكويت انتشرت الفتره الاخيره وما زالت بازدياد، وهو الناس اللي تربي حيوانات مفترسه ببيوتها. يمكن شفنا وايد قضايا، اسد يمشي بالشارع ونمر يمشي بالشارع. اليوم انتم كجمعيه، اول شيء شنو تشوفين هالظاهره، وهل الجمعيه دور في هذا الموضوع؟ شنو اشوف الظاهره هذه؟ غلط. نعم. حيل يعني وايد غلط، لان مثل ما قلت، مثل ما ليش ما نجيب فيل نحطه هنا، ليش قاعد نجيب اسد؟ اسد مو من بيئتنا، ما يعرف اصلا يتعايش ويانا، وبعدين نحطه ببيتنا بعد، نقول له تعال صير تصير كلب ولا قطوه، ما يعرف، هو حيوان مفترس، هو ما عاش بحياته كلها مع الناس. يعني شنو الفرق بين حيوان اليف والحيوان المفترس؟ حيوان اليف على الاف السنين هم بدوا يجون يعيشون عند الناس. حلو. فشوي شوي قاموا يتاقلمون ويعرفون شلون يتعاونون مع الناس. الحيوانات المفترسه ولا مره هي صار بينهم وبيننا اي صله، فجأة قلت لهم تعالوا قعدوا عندي في البيت، ولا تعض عيالي، ولا تشمخنا، ولا تاكلون الخدامة، ولا شنو هذا؟ صح. يعني هو غريزته غير عنه، وهو ما يعرف. هو يعني واحد من الأشياء اللي يقولونهم إنه لازم نمنحهم الحريات، حريات إنه يكون يعني ما يجوع بحياته، أوكي، إنه ما يعطش، أوكي، إنه يكون يعيش بمكان هي بيئته عشان يعرف شلون يتعايش في المكان، اوكي. ولا واحده، الاكل وماي نقدر نغطيه، بس البيئه ما نقدر نغطيها، شلون؟ بيئته هو في السافانا بافريقيا، وانا حاطته هني وين؟ بقرطبه مثلا، زين؟ يعني غلط. بعدين حريته انه يقدر يطلع غريزته بطريقته هو، يعني لما يكون هو بالسافانا ويشوف زيبرا، يروح يركض وراها ويهجم عليها وياكلها، صح؟ صح. بالكويت ما راح يقدر يسوي كذي، صح؟ فمعناته احنا حرمناه من شيء وايد مهم بحياته. مثل ما احط الشخص ياكل بني ادمين،
ياكل بني ادمين ليش؟ لان احنا هو مو متعود علينا نكون يمه اصلا، هو متعود يشوف زيبرا ويشوف ولدبيست ويشوف شويه طيور، بس مو متعود يشوف ناس حوالينا كل شويه بعدين حاطينه بقفص وحابسينه ونقول لا مسكين يحبني شوفوا لحس ايدي. يعني غلط، كله غلط، كل الموضوع غلط بغلط. احنا كجمعيه شو نقدر نسوي؟ لما في ناس مرات يكلمونا يقولنا في مثلا هذه الضبعه، احنا لدينا اكثر من ضبعه بالكويت، وهذيلا مو عشان من البر ودشوا على بيوت الناس، هذيلا عشان الناس جايبينهم وحاطينهم كحيوان اليف، بعدين فجاه يلاحظون نوي كنا مفترس كنا كنا يعني بعدين يقطونا في الشارع، فبعدين احنا نلاقيه مثلا فندور لهم، بعدين ندور لهم مكان، ندور لهم اي مكان يعني حديقه حيوان ولا اي مكان، يعني نكلم عالميا. اول شيء انا احب اركز بالمنطقه، اول شيء اشوف بالكويت، بس عاده حديقه الحيوان وايد عندهم، هم اصلا هم عندهم اصلا حيوانات اكثر، لان لما يصادرون اي حيوان وين يروح؟ اول شيء يروح حديقه الحيوان، فهم اوفر عندهم فل. بعدين اشوف المنطقه حوالينا، الدول الخليجيه شنو في احد عنده امكانيه يستقبل يعني الحيوان؟ يعني في تعاون مع دول الخليج اذا عندهم احتياجات او كذا. اي طبعا. يعني هذا اقول لك ضبعه وديناها عمان، ضبعه ثانيه وديناها العين قبل، فكل ما نلاقي شيء نشوف منو حوالينا. نعم. وبعدين على هالاساس نبدي. بعدين مره يعني لقينا مثلا حديقه حيوان بسنغافوره كانت تبي الضبعه، وكانوا مستعدين يغطون كل التكاليف يسوون كل شيء، بس يبون منا اوراق يعني ولا اقول لك، ما ادري شنو يبون اسوي لهم دراسات وعن المدري شنو. قلت لهم ما عندي ولا شيء من الاوراق اللي تبونها، ما عندي اياها. يعني السي في عن الحيوان كامل، السي في كل شيء عن حياته كامله. قلت لهم انا ما ادري، لقيته في الشارع، والله لقيته في الشارع، هذه القصه. بعد ايش اسوي؟ شيخه الحين حديقه الحيوان مثل ما قلت يعني، بس ماني شايفه كثره الاقبال عليها من كثر الحيوانات، من يعني من الكويتيين تحديدا، يعني كل الاجانب يروحون كل اسبوع شوفيها الجمعة، بس الكويتيين ما قام يروحون لان الكويتيين بسرعه تملل احنا. صح، بسرعه تملل. بس دول الهبه الهبه للحين ما صار حد، بس الدول برا يروحون هبه، ما في قهوه داخل، ما حطوا لهم قهوه، يحطوا لهم قهوه كلهم يروحون. بس غير عن كذي، الصعوبه اللي تواجهها انا من وجهه نظري حديقه الحيوان، انه الزوار ما يسمعون الكلام، هذه مشكله كبيره. يعني بياكلون كل شيء بفك، كل حيوان بياكل بفك، يعني بس احنا ناكل بفك او نفيش ولا بفك، ما حد ياكل الا احنا الناس، باقي الحيوانات ما ياكلون. البابون ما راح تاكل، ما راح ياكل، بس هم غصب نحط له يالين ياكل، نعطيه قرطاس، نعطيه مدري شنو. فاكيد يعني احنا قاعد نضره لما نزور حديقه حيوان، يعني ما قاعد نساعد. بس الحمد لله الحين صار في، يعني انا اعرف كم شخص يشتغل بحديقه الحيوان، صار في روح جديده الحمد لله، قاعد يتغير، قاعد تغير الاغراض. شوف بالكويت كلها انا احب ديرتي وايد وايد احبها، واعتز ان انا كويتيه. اكيد طبعا كلنا نعتز، والحمد لله ان انا انولدت كويتيه، لان ما اعتقد اقدر اتخيل نفسي اي جنسيه ثانيه. بس اللي حلو بالكويت انه كل شيء يتغير بسرعه. ما عندنا اشياء تطول، ترى لما يصير شيء غلط بسرعه ترى يتغير، انتوا لاحظوا يمكن اشياء بتغير بسرعه سلبيه بعد. بس الاشياء الايجابيه بسرعه تتغير للاحسن فجاه، لان فجاه احنا وايد نهب، صح؟ نموت على الهبه، الكويتيين نموت على الهبه، احنا ملوك الهبه. اي بس لما من كثر ما نحب الهبه حتى الاشياء، اشياء اللي تغير مجتمعنا نهب فيها. يعني يصير هبه فجاه صارت هبه الحيوانات الأليفة، هبة الحيوانات المفترسة للأسف، بس بعدين الهبة تقلب كل واحد يبي يهتم بالحيوانات الضالة، كل واحد يبي. فحتى نفس الشيء حديقة الحيوان فجأة الحين صار في روح جديدة، هبة يبون يهتمون في الحيوانات، يبون يساعدونهم، يبون إنه يحثون الكويتيين يروحون يزورون حديقة الحيوان عشان نقدر نغير وندعم الحديقة عشان تقدر ما أدري شنو تسوي، بس إنه تعدل وضعها تطلع بشكل ثاني. مشاريعكم الأخيرة؟ مشاريعنا الأخيرة وايد، في مشاريع نطري خلنا نفكر. لا جديد مشاريع تريد بقول لكم عن مشروع جديد قاعد نحطه. زين للحين ما أطلقناه، فأول ناس راح تسمعون فيه يعني حصري. ها حصري، هذا بس عندكم. يلا قاعد إن شاء الله إن شاء الله بالمتى يعني شهر سبتمبر ولا أكتوبر راح نطلق. نبي أنا مو قلت لكم إحنا أهم شيء عندنا نعزز جماليات ونوري جماليات الكويت عشان الناس تستوعب. نعم. ليش نبي نهتم بهالبيئه؟ يعني ليش نبي نهتم بهالبر؟ اقول لهم شنو مهم، ليش مهم، شنو الحيوانات اللي تعيش فيه، شنو الزرع اللي يربى فيه، وشنو وليش هذا مهم حق البيئه وحق الكويت وحق تراثنا وحق اجدادنا وكلها. بعدين فجاه يصير فينا اوه هالقطعه بر وايد مهمه. صح؟ صحيح. فقررنا انه نبرز هالجانب
حلو. من خلال تورز نسوي لهم اياه، نوديهم ناخذ ناس نوديهم على رحلات بالكويت، بالبر، بالبحر، بالسوق، بالمجمع، بكل مكان. نعم. ونوريهم شلون احنا كناس كويتيين مرتبطين بارضنا وشلون ارضنا مرتبطه فينا. احنا اليوم ساعدنا في اللقاءات واستفدنا وايد في موضوع الحيوان، الامانه كان المفروض انت منتشره وايد في اللقاءات، لان فعلا الناس عندها او ناقصه عندها الثقافه في هذا الموضوع. احنا شوي مثل ما قلت لك احنا نشتغل اكثر ان شاء الله بعدين ما نبرز نفسنا، بس الحين شوي قمنا نعدل. احنا سعيدين وياك، والكلمه الاخيره لك حبيت تقولين شيء؟ لا والله، بس ترى الكويت مهمه وديرتنا وارضنا ولازم نهتم فيها ونهتم بالحيوانات والزوار، من حيواناتنا في يزورونا مثل الفلامينغو مثل الطيور المهاجره. حلو. لازم نهتم فيهم عشان نحسسهم ان احنا نستضيفهم دائما. بعد الفاصل ان شاء الله حسين دشتي وفقره جحا.